يعني بس نحن نوحي انه في شيء وهمي نحترمه للاخر، يعني بنضلنا بنستخدمه بنرجع بنحطها للتليكومات. كانت عندي مشكله باللغه يا اخي، انا افكار مغربيه، عندي افكار يعني بلغه المغربيه ايه. كيف اترجمها لكم؟ تلبكت شوي بالحكي هلا رح نحكي عن هيدا الشيء. انا كمان حكيت عن الجوع يلي هو شيء جميل، وانت عملت محاضره يعني كحكيم، ولكن كان في ملل، كان في رتابه بطريقه الحكي تبعك، يعني طريقه اللي غنيت فيها تشبه كثير الطريقه اللي حكيت فيها. هيدا لازم يكون عكس، لانه انت لما تكون بمحاضره ما فيك تكون على هالنمط الحزين الممل البطيء، يعني كان لازم يكون في انرجي اكثر، كان لازم يكون في يعني حماس اكثر، خاصه انك جايب معك صور يعني ارجومون يعني برهان. برهان يعني مستندات بيعمل هيك تجربه. قد ما تضايق اكيد تضايق، بس اذا اجى ولعب لي انه هو متضايق كل الوقت انزعجت انا، لا لانه تضايق انخلقت عنده ردة فعل. يعني انا تخيلت الصور، جيب صور مثل يلي هو جايبهم فعليا، واغنية مثل ما هو غنيها فيها حزن، وحط حزن على حزن مع طريقة حكي حزينة انه صرنا بالاخر انه عرفت شو انه بعد شوي مع الناقص يوزع كلينكس. مأساة لا ما. أوكي. مش هيدا الهدف. انه عملت شيء بيسموه بالفرنسي ستيليزي يعني نظيف ومرتب وملون ومزبط ومرسوم، يعني حتى الكلام كان مكتوب على القافية، الحركة كانت مدروسة. هلأ الواحد بيقدر يحب بيقدر ما يحب هالطريقة، بس على كل حال هاي الطريقة مختلفة، يعني ما جيتي لعبتي لي مشهد عادي اثنين عم بيتخانقوا، والطريقة كيف قسمتي وجهك فيها أنا لقيت أنه فعلا كان في شغل لذيذ وجدي. هلأ الغلطة اللي عملتوها لشو خلقتوا هيدا الباب الوهمي؟ ليه ما استعملتوا الباب الفعلي تبع الغرفة؟ يعني ليه ما ركضت وسمعناك عم بتطبشي على الباب وسمعنا طبشة الباب، خاصة انه بالاخر نسيت انك خلقت باب وظهرت فبت فيه رفعي كتير شغلك كان حلو عن جد. انا يعني يحو تقرأ فرنسي اكسلون، انه انا بحط بيان تري بيان اسي بيان، يعني هيك بحط عن جد كتير حبيت كيف دخلت، انه انت منك موجود لانه انت ما عم بتشوف، يعني انت منك شيء، يعني هلا انا هيك فسرتها انه انت فات ما عم بتشوف، يعني مشان هيك فوتوك وظهرت علينا هالطريقة، يعني نتقبلك، يعني ما حبيت تفضح انك انت اعمى من الاول. هلا كان بدي اوصل، يعني انا بلحظة ما عم بعرف، ما عرفت الا للاخر شو وهيدا اللي كان حلو. صرت فكر هل هو عنده شيء مشكله انه ما عم بيتحرك لانه عنده شلل نصفي او لانه عنده مشكله، ما عم بعرف شو المشكله. بعدين بالاخر صرت لاحظت، يعني صرت انا عندي حشريه اعرف شو وكيف بلشت بكتير فرح عم بتغني، وكيف شوي 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 نقلتنا لهال الحديث والفينال. يا دينا خلص انت ما فيك انت بحاجه لحدا يجي ظهرك. كثير حبيت انه هيدا الشيء اللي عملته عن جد برافو. اللي حبيته هو الطريقه الولديه يلي تناولت منها يعني فيها الموضوع، يعني انت فتت قلت انه حامل هيك كيف هول الصبي الولاد يلي بيوقفوا على السوبر ماركت بيصيروا يقولوا لك نحن عم نعمل لميه كشافه كذا، حسيتك كشافه فايت مع هيدا النوت، وقلت انه انا بدي احكي عن الفقر، وقلت انه انت موت صديق لك لانه ما قدر يتعالج هو يلي خليك. فهمت كثير الفكره منيحه، فكره انه في كونسير وانتم عم بتلموا مصاري لانه نحن نشتري تيكت لهيدا الكونسير اللي عم بيصير، وانه انت رح تغني مع فنانين كثير منيح، وانه اذا غنيت أو إذا عجبنا صوتك أو ما عجبنا بليز نشتري. وبعدين بتعرفي اللي أكثر شيء حبيته؟ إنه من بعد ما خلصت عطيت رقم حساب بالبنك وسألتنا إنه في أسئلة
في شيء بتحبوا تستفهموا عنه؟ يعني فعلا تبين مثل ولد مثل يعني جيد يعني مقنع ككل، مش هالفكرة الواو، مش هالموضوع الواو، مش ولكن في تكامل، ما في تناقض بين اللي عملته. انه انت عم تحكي مع مرة كبيرة او انه المشاكل عم بتصير من وراء مرة كبيرة. يعني افترض لو احاديثك كانت لك يا خيي مثلا هلا ما علي هالبيك اند حط امك عندي بعدين انا ما قادر ظاهر مع مرتي انا برجع باخذها التنين بحطها عندي لامي. يعني لو كان الموضوع خلاف بين الاولاد على مين بده يستقبل الام او مين بده يهتم بالام او مين بفهم حلوة انه هل وضع الام يلي ملبككم، ولكن ما له علاقه الحديث يلي شفناه ما له علاقه. وانت حصرت المسنين الى الام علما انه المسنين فيكون الام البي الست الجد العم الخالي اي شخص بالعيله قاعد بالبيت معكم قاعد بالبيت اوقات في عندك خالي عمي اي شخص عامةً بشوفك أريح لما أنت عم بتغني، بشوفك مرتاح أكتر من وقت تكون عندك شي تحكيه على المسرح أو شي تعبر عنه بالكلام. هالمرة شغلة عملتها جيدة هي أنه عملت أنت هيدا الستاند أو المنصة تبع المحاضرة وبلشت بالغناء. لقيت جميل انه بلشت بالغناء، ولكن انت وعم بتغني ما في اي كونتاكت نهائيا. يعني ما عرفت بهالقاعه اللي انت عم بتغني فيها قديش في ناس، هل نحن جزء من هالناس او لا، لمين عم بتغني نهائيا. لما بلشت تحكي حسيت انا حزيت عم بتخاطب موضوع فيك. لو شفت هيدي لو بلشت انت هاي تجربة خاصة انا مريت فيها، خنقت اهلي والدنيا كلها تتزوجها لإلها. ما بتعمم يعني مش كل النسوان معطلين انه فهمت شو قصدي؟ اوكي وفي ملل كان بالروحة والمجي، وفي ملل انك ما عم تطلع فينا لما عم تحكي عن موضوع. يعني اليوم لما نطلب منكم انت جاي تناضل لقضية بدك تطلب مساعدة، مساعدة مادية مثل ما فهمت، يعني مساعدة نحن منساعد او منساعد، شو المساعدة؟ الام شو يعني؟ شو هي مؤسسة شو؟ النضال ضد الزوجات الشريرات شو يعني؟ لا يعني فهمت شو قصدي؟ كمان عنا انه الرجال الاول عمرته والنهائية إنه الأم هي السعادة. هيك الأم هي السعادة، شو المؤسسة اللي أنت؟ الأم هي السعادة. فهمت شو قصدي؟